السلام عليكم، سعيد باللقاء معكم الجديد. في البداية أود أنني نشكركم على التفاعل ديالكم مع الفيديو السابق، ويعني نظرا لظروف خاصة مع يعني هذا الفيديو هذا تعطل شوية، وديال دي كي الأسئلة اللي كيطرحوا يعني الطلبة وكذلك الأساتذة هو الشفوي، يعني الامتحان ديال الشفوي في التبريز. بالنسبة للامتحان ديال الشفوي خصنا نفرقوا ما بين الامتحان الشفوي في لونطري وفي الامتحان الشفوي في الباساج، يعني المرور السنة الثانية، وكذلك الامتحان الشفوي ديال التخرج. بالنسبة للامتحان الشفوي ديال يعني في لونطري، يعني في الامتحان ديال الدخول، فهو امتحان يعني كيقتصر فقط على بعض الأسئلة اللي كتكون يعني بالخصوص ديال البروغرام خاصة الجامعة ديال الفيزياء والكيمياء، يعني والغاية منه كي يراد يعني معرفة مدى تمكن الأستاذ أو الطالب من يعني من المعارف العلمية، لأنه كما سبق لي قلت لكم بأن التبريز امتحان ديال لونطري هو مجرد واحد لا بري سيليكسيون باش كنشوفوا، بغينا واحد الناس اللي يكون عندهم ديجا واحد لا باس اللي عليه يمكن لهم يعني يوقع يديروا واحد التكوين ديال سنتين باش يدوزوا هذا الكونكور هذا ديال التبريز، اللي هو الكونكور اللي كتنظمو اللي هو فرنسي، يعني واللي باقي في ماده الفيزياء والكيمياء 100% فرنسي. اذا هذه مساله معروفه تنظن من طرف الجميع. بالنسبه للكونكور لورال، يعني انا غادي نركز في هذا الفيديو على الشفوي لان مجموعه ديال الاسئله اللي كتجي في هذا الشان، تكلم لنا الاستاذ على الشفوي ديال التبريز وانطلاقا من التجربه ديالي الخاصه، بحكم انني سبق لي دوزت هذا الامتحان، وبحكم ان عندي يعني تجربه يعني خاصه لان كنت عاصرت يعني لاغريغاسيون في الماضي والان، وهذا حديث اخر ان شاء الله اذا جات الفرصه غادي نتكلموا عليه. بالنسبه للباساج، اذا الباساج من البروميير للدوزيام اني كيكون حتى هو تقريبا بحاله بحال الامتحان ديال يعني ديال لونطري، سوف ان هذوك الاسئله اللي كيكونوا يطرحوا كيكونوا لونبورت سور البروغرام ديال بروميير اني، وكيكون غالبا يعني واحد ليكزيرسيس وكيكون الكوريكسيون ديالو. وبالنسبه للامتحان ديال لونطري، يعني النصيحه اللي يمكن لي ننصح، يقدر مثلا شي واحد مقبل على هذه المباراه هذه يدوز، واخا تعطاك واحد السؤال ما عرفتيش ليه، مثلا اكزارسيس ما عرفتش، حاول ديسكوتي، لان الهدف هو نشوفو هذاك الشخص واش عنده شويه لا باز، واش كيدير لا كومينيكاسيون اكسيتيرا، ماشي يحط له واحد الورقه ولا يعلن الهزيمه ديالو. كما قلت ان الامتحان ديال الباساج هو يعني الغايه منه كيشوفوا مدى يعني تمكن هذاك الطالب من المعارف اللي تلقاها السنه الاولى باش يمكن يدوز للسنه الثانيه، والسنه الثانيه هي فين غادي يكون يعني الدراسه ديال بعض المواد يعني بطريقه يعني معمقه، وكتكون يعني في السنه الثانيه كتكون كيبدا الانسان يقرا مثلا لا ميكانيك كوانتيك، كيبدا يقرا مثلا الاسترونومي، دونك هادو بعض المواد اللي يعني درجه دوغري ديفيكولتي ديالهم شويه صعيب. البروميير كتكون سنه من اجل لا ميزا نيفو، يعني كيحسنوا المستوى ديال هذوك الناس اللي كيجيو يدخلوا. الامتحان لورال اللي هو صعيب اللي هو سورتي، هذا هو الامتحان اللي هو صعيب واللي كيكون يعني تيكون غالبا فيه يعني تيكونوا دي لوسون، يعني لان الغايه من التبريز هو كنحاولوا نكونوا بعض الاساتذه اللي يمكن يدرسوا مثلا بالجامعه او لا اللي يمكن يدرسوا بالاقسام التحضيريه، اذا كيكونوا دي لوسون اللي كيكونوا يعني كيتقراو في الاقسام التحضيريه، وكيكون يعني في المتناول ديال الطالب واحد المكتبه خاصه.
هذيك المكتبة فيها كاع المراجع اللي يمكن يتصورها الإنسان، فهمتي؟ يعني كاع المراجع اللي يمكن أن غادي تحتاجها باش تبريباري هذيك لا لوسون، وكتعطيك واحد المدة ديال 4 ساعات، 4 ديال الساعات اللي كت يعني كتجي مثلا في مثلا في 6 صباحا، وكتعطيك حتى 10 صباحا، يعني عندك 4 أور باش تبريباري هذيك لا لوسون. كتحاول تشوف البروغرام ديال هذيك لا لوسون كيفاش شنو هو يعني المحاور اللي كاين في ديك لا لوسون، وعندك المكتبه يعني هز الكتاب اللي بغيتي وكتبريباري هذيك لا لوسون وكتعرضها قدام الجيري. وعلى ما يقال ان هذاك لورال ديال يعني لورال ديال لاغريغاسيون يعني امتحان الصوتي اصعب من ليكري، يقدر ليكري تجيبه ولكن مع الاسف تقدر يعني ما توفقش، لا مثلا تحضر لك واحد لا لوسون اللي انت اصلا ما فاهمهاش ولا ما سبق لكش يعني عندك عليها شي فكره، يعني كتكون يعني في واحد يعني 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 في واحد يعني في واحد لا سيتياسيون اللي ان تي بو ديليكات. وبطبيعه الحال ملي كتلقي هذيك الدرس ديال هذاك الدرس ديالك كتكون معطياك واحد المده ديال 45 دقيقه، كيكون يعني واحد لا ديسكوسيون مع لا جيري، مع الجيري كيسولوك، يقدروا يطرحوا عليك اسئله في هذاك الشيء اللي درتي، يقدروا مثلا يخرجوا كاع معاك هذاك الاطار ديال هذيك لا لوسون. اذا هذيك حتى هي هذيك لا ديسكوسيون اللي كتكون حتى هي تقريبا واحد لا ديسكوسيون ديال 15 دقيقه حتى 20 دقيقه حتى هي كي كتخاد بعين الاعتبار. كاين لوسون ديال فيزيك، يعني ان كتحط لك واحد سميتو هذيك لا لوسون كيفاش كيفاش كتكون، كتكون عباره على قرعه، كتعطاك كدير قرعه على حساب البروغرام ديال هذاك السنه شنو هما الدروس اللي كاينين، كتهز انت يعني والحظ ديالك كتهز القرعه، كيكون عندك لو شوا ما بين جوج ديال لي لوسون، تيكون مثلا كيكون جوج ديال لوسون كتختار وحده حتى فيهم. وكما قلت لكم كتكون 4 ديال الساعات، 4 ديال الساعات تنظن كافيه ان لانك كتكون ان فيتور بروفيسور غتكون عندك يعني يعني الكومبيتونس باش تبريباري ديك لا لوسون في 4 أور. لا ديفيكولتي اللي هي اصعب تنظن انا من لي لوسون هي المشكل ديال المانيب، لان كيكون عندنا امتحان في لا لوسون دو شيمي، امتحان في لا لوسون ديال فيزيك. اذا انا نتكلم على بخصوص الماده ديال يعني السونس فيزيك، ولكن سانوبيش ان حتى لي زاغريغاسيون اخرى تقريبا نفس الشيء، اختلاف المواد. الصعوبه انك تكون امتحان تكون ابل مونتاج، المونتاج اللي كتجي كيتعطاك واحد لو تيم، كيتعطاك واحد التيم، وهذاك لو تيم كتحاول انك انت تبريباري ان سارتان نومبر دو مانيب اللي كتكلم على داك الموضوع. مثلا على سبيل المثال مثلا لا ريزونونس، فينومين دو لا ريزونونس، كما تعرفوا الفينومين دو لا ريزونونس كيكون في الكتريسيتي، دونك كيكون كذلك في الميكانيك، يقدر يكون كذلك في الاوبتيك. اذا انت والقدرات ديالك اذا عندك توت يعني عندك في هذاك المختبر قدامك، وكاين ان بريباراتور اللي في يعني في رهر الاشاره ديالك كتقول له جيب لي هذا الماتيريال هذا الماتيريال، وعندك ايضا المكتبه. في هذه الحاله ايضا عندك المكتبه، يعني يمكن لك تاخذ بعض الكتاب خاص وتبريباري منه هذاك هذوك لي مانيب ديالك اللي انت بغيت يعني هذيك دوك لي مثلا كما قلنا لا ريزونونس، تقدر تصاوب مثلا تجربه في الكتريسيتي تهضر على لا ريزونونس في ار اس سي، تقدر دير تجربه في الميكانيك تهضر على لا ريزونونس ميكانيك. اذا انت والقدرات ديالك وكتبريزونتي لهم الفينومين وكدير هذوك لي زيكسبيريونس وخصك تنجحهم، وماشي تنديروا لي اكسبيريونس من اجل اكسبيريونس، كل الاكسبيريونس كنديروها من اجل ان نوصلوا واحد الفكره، يكونوا هذوك لي اكسبيريونس كتستعمل فيهم كذلك هذوك لي زانسيرتيتود، وكتستعمل فيهم كاع لو سافوار فير ديالك في هذا المجال هذا. اذا هاد يعني حاولت يعني نكون يعني نتكلم على هاد مختلف الانواع ديال لورال اللي يمكن تصادفهم، ونتمنى ان هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ويعني تنتظروا التشجيع ديالكم، وان شاء الله اذا كان هاد الفيديو لقى
يعني التفاعل اللائق، نوعدكم بفيديوهات لاحقه اللي تتكلم في هذا الموضوع هذا، وغادي نحاولوا ان شاء الله نتكلموا يعني اون ديتاي على اي شيء اي مستجد، حتى يعني ان شاء الله القناه هذه تكون في الخدمه ديالكم. شكرا والله الموفق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.